القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. والله اني مبسوطه وفرحانه كثير كثير انه لهالخطوه هذا، وان شاء الله عقبال يا ربي نفرج عنهم وعقبال كل العسره يزوروا ابنائهم. اول شيء ان شاء الله بنجح بيطلعوا كلهم يفك اسراهم كلهيتهم. بعد انقطاع دام اكثر من 5 سنوات منذ حزيران 2007 نحن سعيدين لنعلن اليوم انه امام بعثه اللجنه الدوليه للسلام الاحمر هنا بغزه انطلاق أول زيارة بعد هذا الانطلاق. هناك فقط ما يقارب من 23-24 معتقل سيحصل على حق هذه الزيارة من أهاليهم بقطاع غزة. سيشارك ما يقارب 43-45 شخص من عوائل هؤلاء المعتقلين بزيارة. اليوم من الساعة 2 صباحا الصليب الأحمر الدولي يقوم بالتنسيق والعمل لضم وجمع هؤلاء الأهالي باتجاه معبر إيرز إلى السجون الإسرائيلية لتحقيق هذه الزيارة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.